نبينا صلى الله عليه وسلم وحو الشيغي صدقي او رنتا ان لغا دخلو حسلوني اي قلبي قبو الصدق طمأنينة والكذب ريبة قفك الصدقي او صادق نحن اي شكي اي قلل قلق المقبو والدقين هاي وارهلو هذا البو الشيغي إن لو قد بي ماذا إن بلانا كبلته كبقي مهي رنتي أيو الشيغي والول إيا قلق المقبو لكن بنتو قفك وحي قلين إيسا قلبي إيسا أول بهارة أو نحنين يا عبسي كو أبو رما أيا لغا نحلا ولذلك قفك بين لوغا وچي سوا بدل ميا نحنين أيا كو تاغن إنو فشلمو oo wixii ay fashilmaan markaasuu maantooda wuxuu ku jiraa walwal ku jiraa laakiin runta waxa laga dhaxlaa deganaasho iyo xasilooni nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam wuxuu ino sheegayaa afar arimood qofkii ilaahay uu siiyo wax ka maqan ma jiraan waxa ka maqan oo adduunyada ah oo kale wax macna ah oo ay leedahay ma leh أفر أهرمو هذي دقن إيا الدبيعة يكون نقضان والول إيا الشلي مقبت أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا أفر هذي لقاه له والول إيا نبمتشل وحي كام مقنو الدنيا ذا كاتتكي وحي كام مقنو الدنيا محاكم إذا أفر تودو وحويان حفظ أمانة أما أنا اللي قلت لي في هذه الطبيعة ضاد وأيتها إن حفظ سيد وآت إلى لسيد وأقول سيد وصدق الحديث شاكر آت كشاكين سيد هذا رن لو كطهي وآدم بينك أقول بين لقوك أقول واللبو وحسن خليقة نقن وناكسن يا الطبيعة وناكسن ضدك هذا كله نقنت وصدح وعفة في طعمة هذا تيقف حلال قوتة أو أن حرام عنين وحكام قمال أفر تاسو الضبيعة اللي يهي هذا الشاكين أيو رن وحاهين لكم يقان بين لكم يمال هذه وحلو ديبتو أمانة أما حولها أهادين أما هذا اللي أمانة يستيها أهاد أما ضد لو ديبتو اللي أمانة يستيها أهادتو هذه أمانة لو نبتنا أمانة إنه خيانة لكم يقان ضدك هدول لم معاملون أينا دبي عدوناك أيا لكم يقان دبي عد حمال لكم إيش المعامل وحا أوقوطاي وحلال قف حاران عنماءها أفرتات المامات قف كي لوال ليباني وحا دياه كام قمال محايا إلى ضدك قف كل حنال أو بين كل حنال قفك كل دحنول أمانة إنه خيانه قفك الدبيعة حما كل دحنول قفك إنه حرام قوت كل دحنول كسوه جي حق ضد كنا واقع بيسيه عند الله إلهي أكتي سنة واقع بيسيه النبي عليه الصلاة والسلام وحليه اللي حرمات هدا يبلا قادان وحاندين ضمانة قادة يا شنو لح أرموت هذا ضمان قادان ونفتي نأك ضمان قادان أضمن لكم الجنة جنة يا إذن ضمان قاضية أصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا أتمنتم وغضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم وكفوا أيديكم لح أرموت وحويان وحايد ضمانة قادان هذا شاكين إيسان إن أرونكو شاكيسان أو أين بيانكو شاكين هذا بلن قادان بلن كإن الأوفيسان هذا أمانة قادان أمانة دي إن القدتان وصدح فرجينا إن الزنادة كحفظيسان إنديه إننا اللابتان وحمان أين كفيرين قعمه إننا اللابتان وحن أين كسامين لحلا أرموت
هذا اي ضمان قادان اضمن لكم الجنه جنه اي اذن ضمان قادان وقف ان زنيسن وقف ان انده سدن بشيء ان كو ايغن هوين اجنبي ما ايغه هيو وحين لفيريا اي حنتا ما ايغه هيو انده سوا الاليا فرجي سنه زندو كا الاليا جعنتي سنه قف حمان كما جارت حمان وما دقاقو حمان كما سميهو قفنا دباتك وما جارسي هذو شاكين يا وارون لو هذه امانه لو ديبا وا غدنيا هذو بلن قاده وا اوفينيا قفك نو عاصا او تلمامها سيشاي نبي الله محمد و هو ليهي صلى الله عليه وسلم انا جنة الضمان قاده ولذلك رنت يقيمها الا ضحى وحي الى هذان اهل العلم حقيقه الرنت وحويان ان تصدق في موطن لا ينجيك منه الا الكذب ان رن شيكتي مال ان لهي الله اله ما انت وحان بين هي كبد باد ميس ارنت هدا رن كشيكتي واكو دمات marka wa inaan been sheegta si aad u badbaadid maalinka sidaas ay ku soo marto qofka ku dhirada inuu run sheego qofkaasi waa qofka guuleystay oo guuleystay oo guuleystay weeyaan mowqif baad adag ayaa ku soo maray oo cabsi iyo naxdin leh waxaadna ogtahay oo istiri oo iska dhaadhicisay maanta waxa ku badbaadi kartaa un waa been markaas beenti inta xagga iska dhigtay baa run aa sheegtay وحانا آمسان تارونتا أشيغا يسيد إنا خطر جليس رونتي أيا دورت قفكا سوا قفكا صدقك حقيقة دي سنبتا اللي يمدوين وانا قصدي كعب بن مالك مركو غزوة دي كهاري تبوك أصغو إلهي أفضو ديي هانتي دي دي مالك دي هايستا دولان كاس أو كهاري نبيجي مركو صلى الله عليه qalqal iyo cabsii ay timid haya maalinka isaga dadkii waxay sheegeen beenaalyaal bay noqdeen sideetan iyo dhowr qof oo munaafiqiin ayaa nabiga u tagay qof waliba wuxuu sheegtay cudur daar waana been nabigu waana iska cafiyay ilaahayna dambidaas buu weydiiyay arintoodina way aamustay كعب بن مالك يا اللي بدي يصير صاحب مركي كعب نبي قوى يديي وحو يا رسولك إله يوم موقف كان أن كهرت يا جنا هاي بين أيان شيغي كرا سيدا بين لو شيغانا خبير بانكوا هرت هذا نوادع كرتين أن كفا كذا أو آد إله يدم دا في ويدي سيد حال كي جنا أن كوش شيغا إسكاقبش لكن واحد أوجه أو إس آمن هاي إلهي سبحانه وتعالى أنا بن له شكر أنا أرن كان أفشل مكر حق الله وعن دورت الرم أي دورت رنت أي شيء رنت أسوء شيء أي إلهي سبحانه وتعالى قرآن سودة شيء كوي رنت بنت الشيء أنا أرن تود الغفة ذي حين هاي أسأنا رنت أو شيء لوجة توبة أقبلها يو إلى قيام الساعة أنا الله أخرنا هاي markaasoo wuxuu yiri markii ilaahay ka toobad aqbalay ya rasuul allah inma anjani allah bisidq ilaahay rasuulkiisiyo waxaan ku badbaado ilaahay igu badbaadiyay runta wa inna min tawbati alla uhaditha illa sidqan ma baqitu toobadaydana shuruudeeda waxaa iiga mid ah inta aan noolahay oo cimrigayga ka baaqi ah إن أنا بين شيئين شرط دعاء سنتو بدي أذكر عليه. مركز سوحه أهان نلش يصير دم بأسرع إنه رول للنولية. ويل كيسي أسرع إن دبالي أو ده نقضي. أي ويل كيسي أو جانته هيا. أيو قصة ده مرة بعد قصة عليا أشة. مركز سوحه يدي ما لنتي لقى باللابو. نبي جهرتي سأن كيري إلهي روم بيقول بتبادي بلن وحى يقول أن الله شهيدين أنا بين شيئين لقى صوب بالله بواجس إلى ما أنتوا آن إن دبالي هل مر بين ما أنا شيء
cimrigayga inta ka baaqi ahna ilaahay waxaan weydiisanayaa inuu ii xifdiyo oo aana beelow noqoto mowqifkaasu ka iskan sidqiga iyo runta lisaankaaga iyo carabkaaga ka run sheeg walidaalika bay ahlucilmigu waxay yidhaahdeen asidqu waalikhlaasu aslu kulli khayr runta iyo ikhlaaska iyo daacadnimada ilaahay dartiis loo khaalis yeelo acmaasha labadaasi waa khayr oo dhan asalkiisa weyn qof aan beenlow allaa khayra fiih wax khayra ma qof camalkiisa riyaa iyo istusus uu ku jirana khayr ma leh asalkaaga waxaa la rabaa inaa la noolaatid ikhlaas iyo runa la noolaatid ibnu xibaan wuxuu leeyahay raximahullah ilaahay subxaanahu wa tacaalaa carabka xibnaha kale ilaahay waa ka fadila darajo dheeraadahana ilaahay siiyey waxaana ilaahay uu ku fadilay bian andaqahu bitawxiidi inuu ka dhigay ximinta carabka ah mid ku dhawaaqda towxiidkiisa oo laa ilaaha ila allaahu meesha looga dhawaaqaya waa lisaanka fadiiladaasuu carabku dheer yahay ximnaha kale markaasuu wuxuu leeyahay falaa yajibu lilcaaqil ay falaa yanbagii lilcaaqil qof caqli leh uma haboona munaasabna uma ahaa an yucawida aalatan khalaqaha allaahu linnutqi bitawxiidihi bilkadib inuu u isticmaalo aaladii ilaahay u abuuray towxiidkiisa inay ku dhawaaqdo inuu been u isticmaalo uma haboona maxaa yeele meeshaan waa meesha aada uga dhawaaqday laa ilaaha ila allah muxammadun rasuulullah lisaankii aa qur'aanka ku akhrinaysay oo ilaahay aa ku waxidaysay oo ilaahay aad ku xusaysay haddii been aa u isticmaasho ka war looma abuurin kadaa waa ku hoogaysaa ee ka jooji walaalayaal sidqiga iyo runta beeca haddaad ka run sheegta ilaahay waa ku barakaynaya nebigu wuxuu yidhi albayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqaa fain sadaqa wabayana buurika lahumaa fii baycihima labada wax kala gadanayaa hadday ka run sheegaan beeca oo ceebta ku jirta ay muujiyaan oo aysan qarin oo ay caddeeyaan wuxuu ceeb leeyahay buurika lahumaa fii baycihimaa beecooda ilaahay waa u barakaynaya wain katama wakadaba muxiqat barakatu baycihima hadday qariyaan ceebta oo ka been sheegaan ilaahay beecaas ay ku kala gateen barakadiisa ilaahay waa tirtiraya waa baabiinaya ilaahay wax badan oo beec iyo ganacsi ah waxaa loogu khasaaraa oo aan loogu faa'idin oo loogu hogooba'a waxa weeye ceeb ayaa qarsoon qofka iskale una sheegahay markaasuu leeyahay haddaan sheego ka faa'iidi mahayo maxaan ka dheefaya haddaan sheego leega gadan mahayo sheegidda aad sheegtid baa ilaahay faraj kuugu furaya mid runtaada kugu qaata ayaad helaysaa maalintii talaadada ayaa laba nin isoo waceen way ishaystaan gaari bay kala gateen gaarigii waxaa ku soo baxay ceeb kii gaariga lahaa ayaa lagu laabtoon leeyay gaarigaan ceebtaanu leeyay waadna noo qarisay ee ceeb qarsoomi karta maynan ahayn markaasuu wuxuu yidhi oo haddaanan kuu qariyeen miyaa iga gadan lahayd waa sax waan ku ogaa ceebta waana kuu qariyay inuu ii gadmaan rabay anugu ilaa haada alxad ayay beentu gaartay in wax lagu kala gato ceebtii asagoo qofku og inuusan sheegahay oo qarinahay waa musiibo khatar weyn runta la noolow ilmahaaga run kula noolow ahalkaaga run kula noolow saaxiibadaa run kula noolow ilaahay subxaanahu wa tacaalaa waxa uu kuu diray runtooda halaga ahay waxaa la yidhaha sidqu lqalbi biliimaani taxqiiqan qalbiga oo laga run sheegaa waa inaad si dhaba u rumaysid wixii lagu amray inaad rumaysid wa sidqu niyati fi lacmaal acmaasha aad ka samaynaysay ximnaha waa inaad uga run sheegtaa ikhlaas oo ikhlaas aad uga run sheegtaa
وصدق اللفظ في اللسان لفظي أكوها اللي يصير عربك وين أقره شيكتاه وهذا بينك الشيكين هذه مركة أعماش أسمين يسارون أي تاهي وأقره شيكت قلبي قاقا وحاك اعتقادين يسي أكره شيكت لسان قاقا وحاك الصباحة يأكره شيكت الدنيا آخرة والليبان يسا صادقين تاس إلهي وجنة أبلاً قادان إلهي كقدرين إلهي هنا قدر وحاك السهر جيد الرنطع كذب يبين باك السهر جيد إن شاء الله مركّل لأن قادم دوننا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين دمر أعداءك أعداء الدين يا قوي يا عزيز صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.